السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ معاكم جيجي من قناة وصفات مع جيجي كل حياتي. النهاردة حبايب قلبي جايبة لكم وصفة رهيبة جدا، مذهلة بجد، لتبييض الأسنان. احنا كنا نزلنا من كام يوم وصفة لتبييض الأسنان بالخبز المحروق وعسل النحل، وكنا منزلينها برضو بالملح والليمون. بس في ناس قالت لي ان الوصفة يعني بتلتهب للثتهم، اللي هم لثتهم حساسة بيجيلهم التهاب، وطلبوا مني اجيب لهم وصفة تانية. انا جايب لكم النهاردة وصفة جميلة جدا، مناسبة لأي لثة ولأي اسنان، مش هتتعبك خالص خالص، ده غير انها هتديكي نكهة ورائحة جميلة جدا جدا للفم، واتمنى ان شاء الله باذن الله ان اجيب نتيجه جميله معاكم. وصفتنا النهارده حبايب قلبي عباره عن، هقول لكم المقادير بتاعتها بسرعه كده، عباره عن معلقه من قشور البرتقال المطحون، هتجيبي برتقانه وهتبشريها في المبشره بتاعتك كويس جدا، هتبقى بالشكل اللي احنا شايفينه ده، زي ما انتم شايفين اهو. ده برتقانه انا بشرتها في المبشرة، يا اما تقشريها عادي وتضربيها في المطحنة او الكبة بتاعتك. ودي عبارة عن قشور من الليمون، يعني جبت الليمونة وبشرتها برضو اهو، حتى بعد ما بشرتها جبت الليمونة وبشرتها في المبشرة، عايزة برضو تضربيها في الكبة بتاعتك، هتضربيها، المهم ان انا عايزاها تبقى ناعمة زي ما انتم شايفين كده، ولو قدرت تنعمي عن كده برضو نعمي عن كده. طيب هنستخدمها ازاي بقى دلوقتي مع بعض؟ نجيب الطبق بتاعنا، هنحط قشور البرتقال الليمون كده، وهنحط قشور البرتقال عليها بالشكل ده، وهنجيب مع بعض ملعقة واحدة من عسل النحل، هنحطها على الوصفة بتاعتنا بالشكل ده اهو. الوصفة دي يا بنات جميلة جدا جدا، ان شاء الله بإذن الله اتمنى انتوا تعملوها وتفيدكم قوي. هنمزج بقى الليمون مع البرتقال مع عسل النحل بالشكل ده كده اهو، وزي ما قلت لكم لو قدرت تنعميها كمان عن كده تنعميها، يعني كل ما نعمت عن كده كمان بتبقى جميلة جدا. دي الوصفة هي حبايب قلبي بتاعتنا. هتحملي ايه بقى؟ هتجيبي فرشة الأسنان بتاعتك اهي، وهتشيلي عليها كده وهتدعكي كويس جدا، طبعا سنانك من فوق ومن تحت والضروس وكل حاجة، هتديكي رائحة جميلة جدا جدا للأسنان، وهتبيضلك الأسنان. جربيها وعن تجربة هتعجبك جدا جدا. اتمنى تكون وصفتي حبايب قلبي عجبتكم، مش هطول عليكم، واذا عجبتكم الوصفة ان شاء الله ما تنسوش تعملوا لي لايك للفيديو، وما تنسوش تشتركوا في قناتي، اللي ما اشتركش في القناة يشرفني في القناة، واكتبوا لي الوصفات اللي تحبوا تشوفوها على قناتي، وان شاء الله باذن الله بعملها لكم، واستنوني الوصفة الجاية مع وصفة جديدة مع جيجي كل حياتي.